وزير الخارجيه سامح شكري، والمنسق الاعلى للسياسه الخارجيه في الاتحاد الاوروبي جوزيه بوريل، وطبعا الردود الكبيره وايضا المؤتمر الصحفي وردود بوريل على طبعا بكلامه على مصر، وكلهم كلامهم عن الدوله المصريه، وايضا رد وزير الخارجيه سامح شكري ايضا على الاسئله الخاصه ب او السؤال الخاص ب مزاعم الكيان الصهيوني والاتهامات اللي بيوجهوها كل شويه لمصر، وبالتالي طبعا هناك الكثير من التفاصيل والتطورات فيما على مدار يومين. زياره مهمه جدا يقوم بها السيد سامح شكري وزير الخارجيه الى بروكسل، ولقاءات مع وزراء ومسؤولين في دول الاتحاد، ثم اجتماع مع كافه اعضاء الاتحاد الاوروبي، وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي والمنظمات المنبثقه عن دول الاتحاد الاوروبي، المفوضيه او التغير المناخ او الخاصه بالهجره وغيرها والاقتصاد وغيرهم من المسؤولين في الاتحاد الاوروبي. مجدي، اولا مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد. ماذا عن وزير الخارجيه؟ زياره مهمه جدا، لقاءات مهمه جدا، اجتماعات على مدار الساعه. انا كل شويه اكلمك تقول لي احنا من الصبح لحد دلوقتي وزير الخارجيه في اجتماعات. ماذا عن اجتماعات على مدار يومين وما انبثق ايضا من خلال رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبي الى مستوى الشراكه الاستراتيجيه الشامله؟ نعم، يعني الحقيقه اقل ما يقال عن يعني زياره وزير الخارجيه لبروكسل هي انها كانت زياره مكوكيه. مكوكيه لانها يعني من اول من قبل ما بيصحى في الحقيقه حتى من النوم لغايه لما الناس بتختفي وهو ما كانش بيبطل لقاءات، يعني في حتى بعض اللقاءات احنا ما كناش بنلحق نحضرها من كتر ما هي كتيره، يعني حتى احنا كصحفيين واعلاميين كانت صعب علينا جدا ان احنا نغطي كل لقاءات، يعني في بعض اللقاءات ما لحقناهاش زي لقاءاته داخل البرلمان الاوروبي، لقاءاته مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية، مع رئيس البرلمان، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي، مجموعة من اللقاءات الأخرى اللي فعلا ما كانش في وقت لينا حتى كإعلاميين نلحقها ونجري في هذه السرعة في عقد اللقاءات. ولكن خلينا أقول لحضرتك إن ربما الأهم هو الاجماع، يعني احنا النهارده لما كنا مثلا في او امبارح على سبيل المثال لما كان معالي الوزير في جلسه مع وزراء خارجيه دول الاتحاد الاوروبي 27، لما تسال اي وزير موجود في الغرفه اللي موجود فيها معالي الوزير يقول لك لا احنا يعني ايه اللي بتقوله مصر احنا ده اللي بنصدقه، احنا لما نعوز نعرف ازاي نمشي شمال يمين ولا نعمل ايه بالظبط فيما يتعلق بينا تحديدا ملف السلام في الشرق الاوسط مصر، فبالتالي هناك قدر غير طبيعي من الاحترام والتقدير لما تقوله مصر لكل كلمه او لكل حرف كان يخرج من وزير الخارجيه، يعني الكلام واضح وصريح. ربما طبعا يعني حضرتك سمعت اللي قاله بوريل، الراجل بيتكلم يعني 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 انا كمصري لا اتصور ان انا اجرؤ ان انا اقول هذه الكلمات لاني هيقول لا يعني ما انت مصري، فده رئيس الدبلوماسيه الاوروبيه، فبالتالي هناك تقدير غير طبيعي، ويبدو ايضا ان هناك امور لا يحسمها الاتحاد الاوروبي الا بعد ان يستشير مصر فيها، وتحديدا فيما يتعلق بملف السلام في الشرق الاوسط. يعني حتى النهارده كان في المؤتمر الصحفي بوريل كان بيقول ان ما طرحه الوزير سامح شكري لتهدئه الوضع في الشرق الاوسط وحل لهذه الازمه الانسانيه سيعرض على قاده دول الاتحاد الاوروبي، مش بس حتى على وزراء الخارجيه، لا ده سيعرض على القاده ايضا، لان القصه بقت واضحه ان مصر هي المحور الرئيسي. وربما انا على المستوى الشخصي كنت سعيد بجمله بوريل ان مصر مش بس بتساعد من خلال معبر رفح اهالينا في غزه، هي بتساعد بمئات الطرق الأخرى، وأتصور أن هذه الجملة تحديدا يعني كانت كفيلة
بتوضيح ما الذي يقوم به مصر سواء علنا أو سرا للمساهمة في يعني تهدئة الأوضاع في غزة ولإنقاذ أهالينا من هذه المآسي. فبالتالي لا الزيارة في غاية الأهمية، ده على المستوى الإقليمي، على المستوى طبعا الاستثنائي على المستوى المصري الأوروبي طبعا أن تصل درجة المشاركة إلى مستوى الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن تستفيد مصر أيضا في بعض الأمور الفنية والمادية والاقتصادية بعد أن وصلت هذه العلاقات بينهما إلى هذا المستوى. هو أمر أيضا يعود بالنهاية على صالح مصر وعلى المواطن المصري. هنا نتحدث تحديدا على الداخل المصري، على المواطن المصري حين نستفيد من على سبيل المثال إذا زادت بعض الأمور التجارية، إذا منحت مصر أموال إضافية في عمليات التعليم أو تنقية المياه، أو هو أمور تعود أيضا على الجانب أو على المواطن أيضا. مجدي، هل الاتحاد الأوروبي عندهم اتجاه مجدي فيما يتعلق ب مسألة الدعم مصر؟ وامبارح كنا بنتكلم، واعتقد النهاردة كان في حوار في هذا الشأن فيما يتعلق، عندنا 9 مليون موجودين في مصر على أراضينا، ضيوف موجودين بيتعاملوا كمواطنين مصريين، وطبعا ده يعني الناس دي يعني هناك ضغط على الموارد المصرية والفاتورة كبيرة جدا تتحملها الدولة المصرية في ظل أزمة اقتصادية كبيرة. هل هناك توجه إيجابي من الاتحاد الأوروبي في هذا الملف تحديدا؟ طيب يعني النقطة دي تحديدا في غاية الأهمية، يعني وللأسف ربما هو خطأ فني من عندنا، كان يفترض ان احنا نبعت بصوت المفوض الأوروبي المسؤول عن أوروبا قوية في العالم الخارجي أوليفر برهالي، لأن صدى البلد سألت المفوض الأوروبي عن هذا الملف تحديدا، عن 9 مليون يعني مش عايزين نقول عليهم لاجئ، ولكن 9 مليون مغترب الذي يعامل كمصري داخل الأراضي المصرية، وهل هناك توجه بدعم مصر؟ لأن يعني مش بس بسبب قصة اللاجئين أو المقيمين على الأراضي المصرية، يعني مصر عانت أيضا كما عانى الكثير بسبب الحرب الروسية، عانت بسبب أزمة فيروس كورونا، وعانت أيضا بسبب أزمة الإرهاب وأزمة اللاجئين، وتحديدا فيما يتعلق بالإرهاب واللاجئين هي مثلت حائط صد أساسي وأول بدول الاتحاد الأوروبي. فسألناه يعني إحنا بنلعب دور عوضا عن الاتحاد الأوروبي، يعني هناك فاتورة يجب أيضا أن نتحملها، عبء يجب أن نتحمله الاتحاد الأوروبي. فالرجل في الحقيقة كان واضح وصريح، وفوجئت بيه أنه بيديني أرقام ربما أكثر دقة من الأرقام اللي أنا كنت بتكلم فيها في المؤتمر الصحفي. قال لي أعلم تفاصيل كم لاجئ في مصر وكيف يعاملون، وأن لهم كل الحقوق التي للمواطن المصري، ونتابع هذا الأمر. قال برضو أني عندك حق لما تسألني إذا كان علينا إن إحنا نتحمل عبء، إحنا المفروض نتحمل عبء، وإحنا صحيح يعني لا نعطي مصر كل حقوقها أو كل ما يجب أن نعطيها في هذه النقطة تحديدا، ولكن هناك مشاريع استثمارية جديدة، هناك مشاريع إنمائية سيتم تفعيلها في مصر على يعني المدى القريب والمتوسط، تأتي في إطار دعم مصر في هذه النقطة تحديدا. أتصور أيضا أن زميلتنا من صحيفة الجارديان بعد ما أنا سألت سؤالي حول هذه النقطة يعني ما عجبهاش أول إجابة، فرجعت سألت، قالت يعني استكمالا لسؤال زميلنا في التلفزيون المصري، أنا عايز أعرف أرقام، يعني ادونا أرقام، لأن أنتوا اديتوا أرقام مادية محددة لبعض الدول بسبب أزمة اللاجئين، ولم تكن تمثل حائط صد
كما تمثل مصر. فالمفاوض الأوروبي في الحقيقة يعني رفض إعطاء أرقام تفصيلية، وقال أن سيكون هناك دعم مضاعف وربما أكثر من ذلك لدعم هذه القصة في مصر، مش بس عشان مصر بتلعب حائط صد، ولكن ده أصبح واجب لينا أو واجب علينا تجاه هذه الدولة. لأن كم هو كمل على كلام مناسبة الخارجية، لأن كما ذكر مناقشة السياسة الخارجية دون مصر ليس فقط لا يوجد سلام في الشرق الأوسط، ولكن أيضا لن يوجد سلام في أوروبا. فبالتالي هم لديهم شعور، وخصوصا أن مصر في الحقيقة رفضت منذ أن بدأت في استقبال لاجئين على أراضيها، رفضت تماما استغلال هذا الملف للضغط على الاتحاد الأوروبي و يعني الحصول على مميزات اقتصادية، لأنها رأت أن هذا واجب على أشقائها. أتذكر أني سألت شخصيا أكثر من مرة معالي وزير الخارجية سامح شكري حول هذا الملف، وقال أن هذا الملف تحديدا مصر تعمل عليه، لأن ده واجب عليها، ولن نستغل هذا الملف حتى نحصل على مكاسب خارجية، سندعم أشقائنا حتى لو كان يمثل ذلك ضغط علينا يعني. فكان موقف مصر واضح بالبداية، ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي بدأ يستوعب أن مصر يعني في الحقيقة رغم أنها دولة ليست غنية كما الأوروبيين، ورغم أنها تحمي الحدود الأوروبية، إلا أنها ما طلبتش حاجة، ما قالتش، ما راحتش اتكلمت. فواضح أنه ابتدى يفهموا وابتدوا يفكروا في كيف يمكن أن يرد الجميل لمصر. طيب دلوقتي سألت وزير الخارجية، وأنا دلوقتي لسه عارض تصريحات السيد سامح شكري فيما يتعلق به، وده كان أمر مهم وملف مهم كمان، وكويس إنك سألته في ظل وجوده في بروكسل، في الإعلام الدولي كله موجودين، مسؤولين الاتحاد الأوروبي موجودين، عن مزاعم إسرائيل وادعاءاتهم الخاصة بمصر والاتهامات اللي كل شوية يوجهوها في اتجاه مصر عشان عندهم مشاكل داخلية. ايه التفاصيل اللي حصلت، وهل هناك اي تعقيب من اي حد جنبك في الاعلام اتكلم، كان ليه راي اخر؟ يعني خليني بس افكر الساده المشاهدين ان احنا كان معانا لقاء مع معالي وزير الخارجيه امس، واللقاء دوت احنا عملناه ما بعد هذه الادعاءات الاسرائيليه، ولكن الحقيقه ان احنا فضلنا كقناه صدى البلد ان احنا نسال معالي الوزير في المؤتمر الصحفي وباللغه الانجليزيه حتى يكون الجواب للعالم أجمع وليس فقط لمصر. صحيح. مصر تعلم تماما أنها ادعاءات وادعاءات كاذبة وتهرب كما قال معالي الوزير من المسؤولية، ولكن أردنا في قناة صدى البلد أن نسأل معالي الوزير باللغة الإنجليزية حتى تكون الإجابة في مؤتمر صحفي. نعم. يحضروا جميع وسائل الإعلام حتى يستمع الجميع لسبب بسيط. حين يتحدث معالي وزير الخارجية بهذه الصرامة وبهذه القوة وبهذه اللغة القوية الواضحة الصريحة حول هذه الادعاءات في مؤتمر صحفي، في مفوض أوروبي وفي نائب رئيس المفوضية مفوض السياسة الخارجية وفي هذا الكم من الصحفيين، بالتالي لا يستطيع هنا أحد أن يرد. هنا نؤكد أن هذه ادعاءات، هذا كذب. لو القصة يعني كانت تحتمل أي شيء ما كناش حتى إحنا قصاد البلد قدرنا نسأل في هذا الجو العام. الحقيقة كانت لا، إحنا متأكدين موقفنا يا مجدي، متأكدين موقفنا ومعلومات اللي عندنا طبعا. فضل. طبعا، ولكن إحنا كنا حابين نأكد للعالم دنيا صح. للإعلام الغربي كمان. نعم. حتى يستمع الجميع. يعني الحقيقة المفوض الأوروبي وجوزيف أوريل كانوا مبسوطين جدا أن هذا السؤال طرح، لأن هم في الحقيقة كانوا نفسهم أن هم يتكلموا حول هذا الموضوع ويقولوا برضو أن هم متأكدين أن هذه الادعاءات، زي ما قال أوريل ان كنت اتصور ان وزير الخارجيه الاسرائيلي اللي كان موجود في بروكسل يستغل وقته استغلال جيد، بدل ما يقعد يعرض علينا
فيلم عن جزيرة عايز يرحل عليها الفلسطينيين، يعني هذه كلام غريب جدا واتريق عليه في الحقيقة. استقبلوا ازاي كلام قصة الجزيرة دي وإقامة الفلسطينيين في الجزيرة يعني وسط المتوسط؟ كانت شبه النقطة في الحقيقة يعني يعني هو بوريل كان واخدها بصورة الدعابة، يعني الراجل جاي يهزر ويضحك، يعني لو كان قاعد معنا ويتكلم جد كان بقى أحسن، يعني ده اللي كان قصدي يقوله. يعني رفضوا المقترح الإسرائيلي. هو في الحقيقة هو يعني على حسب ما أنا فهمت إن الوزير الإسرائيلي لم يجرؤ إن هو يقول للأوروبيين إن فكرة الجزيرة ديت لترحيل الفلسطينيين عليها، يعني هو بوريل قال إن هو يعني الوزير ما قالش ده صراحة، إنما إحنا فهمنا من كلامه إنما هو الراجل يعني واضح إن القصة كانت يعني أكبر من إن هي تكون نكتة حتى، فالراجل خاف إن يقولها صراحة أنا عايز أرحل الفلسطينيين على جزيرة صناعية في المنطقة ديت، فهو خاف إن يقولها، إنما طبعا اتفهمت ضمنا ده اللي برضه إحنا فهمناه من بوريل إن هو ده اللي كان بيقصده، عشان كده قال يعني شكل الجزيرة والأفلام اللي هو عرضها والفيلم التسجيلي كان شكله لطيف ومنظر حلو، يعني ما قالش ان ده العرض اللي عرضه، انما كنت اتصور انه لو كان استغل وقته في انه يتكلم في القضيه كان هيبقى افضل، في القضيه الفلسطينيه، في الامن، فيما يتعلق بما يحدث في غزه كان هيبقى افضل. ده معناه ان الوزير لم يجرؤ انه يقول ان هذه الجزيره او الاختراع الاسرائيلي للترحيل، طبعا فهمت ضمنا وبعد كده الاعلام بقى خدها وابتدى يعني مجدي ماذا عن خطه الاتحاد الاوروبي، ربما جوزيه بوريل يتحدث عن هذا الامر، خطه للسلام، عمليه سلام او مؤتمر سلام وحضور عدد من الدول العربيه بطبيعه الحال، ايه المخطط الاوروبي، ايه الافكار؟ هو في الحقيقة فكرة أساسية وهي إعلان دولة فلسطينية مستقلة والتعامل بناء على هذه النقطة، يعني وليس يعني بوريل النهاردة كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي بيقول أنا مش عايز أتكلم عن السلام، أنا عايز أتكلم عن الدولة الفلسطينية. وقال جملة يعني في منتهى القوة والأهمية، إن إذا اجتمع أو أقر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس لإسرائيل الحق بأن ترفض هذا الاعتراف. قال ان هذه الخطة الأوروبية يبقى في مؤتمر دولي ينظم في بروكسل في خلال الأشهر القادمة يحضر الجميع بما فيها إسرائيل، يتم فيه الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة بحدود واضحة وصريحة، يتم الاعتراف بهذه الدولة ويتم التعامل مع دولة فلسطينية من أجل ترتيبات لأن تعيش هذه الدولة في سلام إلى جانب دولة إسرائيل. ده الطرح اللي بيتكلم فيه بوريل، مش بيتكلم فيه خطة سلام ولقاءات سياسية تقود إلى دولة، لا هو بيتكلم على دولة تقود إلى سلام، يعني هو عكس الآية، قال إن إذا كان الهدف واضح يمكن أن نحقق الهدف، الهدف هو إعلان دولة فلسطينية مستقلة تتحدث من أجل كيف يمكن أن تعيش مع إسرائيل بسلام. فبالتالي الموضوع اختلف الآن، الرؤية اختلفت الآن، الأرقام الحقيقة كان ليها دخل كبير، أرقام الشهداء في غزة أصبحت يعني كابوس لدى العالم، يعني كابوس في الحقيقة، حتى يعني اللي هياخد مخدر لضميره لن يتمكن من النوم، خلاص الموضوع أصبح أكبر من أنه يعدي. هذه الأرقام وهذه الوحشية التي استخدمتها إسرائيل في قطاع غزة وهذا الكم الهائل من الشهداء من أطفال ونساء وشيوخ أصبح يعني بيؤلم الضمير الأوروبي والعالمي، والحلول يجب أن تكون سريعة، لذلك كان هذا الاقتراح من بوريل بإعلان أو الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة يمكن أن تتحدث عن سلام مع إسرائيل. مجدي يوسف أشكرك شكرا جزيلا من بروكسل، ونتابع هذا التقرير أيضا وجانب من المؤتمر.